كابتن إيهاب جلال، مسلسل عبسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ده احنا في كارثة، احنا في مصيبة. لا مش مصيبة، لا والمصحف مصيبة. تولى المسؤولية وسط معارضات كتيرة جدا. مفيش عبس عبس كروي شفته في حياتي قد ان المدير الفني لمنتخب مصر تتم اقالته وهو في الطيارة في مداخلة التليفون على الهواء في برنامج. إيهاب جلال خلص. إيهاب جلال آخر ماتش ليه مباراة كوريا الجنوبية. دي أكيد زعلته هو، لأنه أنا مدرب، أنتوا اللي جبتوني، أنا عملت كذا كذا كذا، ليه بتهاجموني؟ فدي كانت البداية، ودي اللي خلتني أقلق شوية من هيحصل إيه بعد كده. الاتحاد المصري لكرة القدم اتخذ قراراً إقالة إيهاب جلال، وبالتالي إيهاب طالع في الطائرة الخاصة ويعود يخلص الماتش ده، هو آخر مباراة له كمدرب أو مدير فني للمنتخب المصري لكرة القدم. طبعاً اللي إحنا موجهين له كل الشكر على فترة الإعداد، طبعاً فترة بسيطة جداً، لكن يعني لقينا إن هو مش موفق بشكل أو بآخر، طبعاً توجيه الشكر لكابتن إيهاب. هي البلد دي ملهاش صاحب، يعني جبت مدرب لعب معاك ماتشين، وبعدين بعد ماتشين قلت أوبس أوبس مش نافع نمشيه بقى. يوم أليم في الكرة المصرية النهاردة، بيغيب عن عالمنا النجم الخلوق والمدرب القدير الكابتن إيهاب جلال. رحم الله الكابتن إيهاب جلال. رحل إيهاب جلال في صمت وفي هدوء مثلما كان عايش بينا. رحيل الخلوق العظيم الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بعد صراع قصير مع المرض. كابتن إيهاب جلال اتظلم ظلم باين في المنتخب، ما ينفعش واحد يتشال وهو في الطيارة. كابتن إيهاب جلال ما خدش فلوسه من المنتخب ولا مستحقاته. ده حصل، أقسم بالله حصل. أنا بس عايز هنا نقطة، فقدان الكابتن إيهاب جلال ده حدث جلل في الكرة المصرية، لأنه هو مدرب مهم في الكرة المصرية. كان يتعرض للانتقادات، وكان يتعرض زي ما بقول لك وهكرر لك، أصعب موقف في حياة أي إنسان إنك تمشي من شغلك وانت بتؤدي عملك بمنتهى الإخلاص. نيجي بقى للحتة الأخيرة دي يا جماعة، لو سمحت يا ريت لو نقدر نقصها ونخليها. كابتن إيهاب جلال ما خدش فلوسه من المنتخب ولا مستحقاته. في الوقت ده حقك إن أنت تقول التصريح ده، لأن ده حق من حقوقه. هو في إيه يا جماعة؟ هي دي بقى هي 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 منظومة كاوتش، هي الحاجة بتتعمل. يعني انت جبت الراجل ماتشين، وبعدين اتخانقته في اتحاد الكورة، فكلفت الكابتن حازم امام وكابتن بركات يجيبوا لنا واحد تاني. حد عاقل، حد بس حد عاقل يقول لي ان ده طبيعي بيحصل في الكورة؟ هل ده بيحصل في الكورة في اي بلد في الدنيا؟ هل ده منطقي؟ انا عن نفسي شفتهاش. اسرع اقالة إيهاب جلال هي الاسرع، يعني بعد ماتشين مش معانا خلاص، زي ما بقول لحضراتكم كده. هو في حاجه كده؟ لا 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 ما تزعلوش، انتوا ايه ده الراجل ده ماشيه ايا كان ان انا معاه او ضده. حاجه في منتهى العجب العجاب. السنه دي فقدنا 3 من رموز الرياضه في مصر، الاستاذ العمري فاروق في 25 يناير، في 7 يوليو احمد رفعت، وفي 11 سبتمبر إيهاب جلال. رحم الله 3.